والاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قرر ان هو يفرض غرامة على منتخب المكسيك ومنتخب صربيا، وقدروا الغرامة دي قدرها 10,000 فرنك سويسري لكل منتخب، ده بسبب سلوك جماهيرهم في بطولة كأس العالم. فرضت اللجنة التأديبية التابعة للفيفا غرامة على المكسيك بسبب الهتافات العنصرية خلال مباراة ألمانيا واللي انتهت بفوز المكسيك بهدف نظيف، وكمان تعرض المنتخب الصربي للغرامة بعد ما رفعت جماهيره شعار سياسي مسيء. ده كان مباراة كوستاريكا واللي فاز فيها منتخب صربيا بهدف نظيف.